ماهوش مبرر، انا ما نراهش مبرر بالكل. النقابه في تونس قوه ضغط، قوه اقتراح. النقابه في تونس من حقها اللي هي تضغط على الوزاره، من حقها اللي هي تمرر الافكار نتاعها، المطالب نتاعها. لكن انا نجي في بلاصه وزير وقرروا للاساتذه، راهو الاساتذه ماهمش المنظورين نتاع النقابه، هم المنظورين نتاع الوزاره. اش معناها؟ معناها انا كي تقص لي نهاري، راهو وزير التربيه اللي باش يقص لي نهاري. انت تقول لي ليه وقتها الاتحاد باش يضرب البنيه وما همش مش يتقص لهم حتى نهار وما الى ذلك والحديث. اما راهو التمرد موجود شكلا. انا عندي مشكل كبير برشا في اني انا يخرج لي وزير يقول لي راهي بنتك ولا ولدك يرجع يقرا نهار تال، تقوم النقابه تقول لي ليه ما تهزوش صغاركم وما همش جايين للساده وراهم شروا نهار تال. لازم نتفقوا في حاجه، راهو الاستراتيجيه العامه راهي بيد الدوله، هذه راهي حاجات انا ديما حاجه اللي تضرب الدولة. النظام وتضرب الدوله ما نجمش يكونوا معاها. باهي تعرفني انا ديما مدافع شرس على الاتحاد، مره هذه ما نجمتش في كلمه الحق اللي لازم نقول الحق. تمرد ما فيش حتى كلام، هذا وين مش يوصلني؟ مش يخلق لي سابقه خطيره شويه وقت اللي الاساتذه في تونس مش يوليوا يعتبروا انفسهم هما منظورين الاتحاد وياخذوا الاوامر بتاعهم. منى شنو اللي